فرد عود يا الشاتل العودين خضر فرد عود. هذه الأغنية التراثية قدمها لنا أحسين نعمة في السبعينات، وكان الفنان الراحل ناصر حكيم قد سجلها على أسطوانة في عام 1926، ثم قدمها بعد ذلك في عام 1936، فكانت أول أغنية يقدمها من دار الإذاعة. أصدقائي، معنا الأخ غالي يوسف يقدم لنا أبوذية وأغنية فرد عود. لكن هواك ايش عمل بيا؟